مرحبا، نقدم ملخص جديد للأسواق المالية والعالمية من تداول. نبدأ بأسعار اليورو، حيث انخفض اليورو في تداولاته من أعلى مستوياته في أكثر من 13 شهرا ليصل إلى مستوى 1.14 سنتا لليورو، إلا أنه لا يزال في تداولات الترند الصاعد الذي يظهر في الرسم البياني، وكذلك مؤشر ستوكاستيك حاليا يعكس اتجاهه ليضغط بعض الشيء بطريقة سلبية على اليورو. أما المتوسط المتحرك فحاليا يدعم السعر في الارتفاع، أما المتوسط المتحرك 50 فهو يضغط سلبا على الأسعار، كما نرى أنه يحمل السعر من فوق ويضغط سلبا على الأسعار في الانخفاض. أما من ناحية البيانات الاقتصادية فطبعا جاء تحسن اليورو بعد تصريحات ماريو دراغي الذي أشار إلى أن الاقتصاد في المنطقة الأوروبية أنه تحسن بطريقة جيدة، وأنه يتوقع أن يقف أن يوقف التحفيز النقدي الذي كان قد ساد في الأعوام الأخيرة. وهنا طبعا كان هناك تصريح آخر يشير إلى أن أو أن خبر آخر يشير إلى أن تصريح ماريو دراكي قد فسر خطأ من قبل الأسواق. ربما قد يكون البنك المركزي الأوروبي حاليا لا يريد أن يكون هناك ارتفاعات كثيرة في اليورو، لذلك عندما قال أن تصريحات دراكي فسرت بطريقة خاطئة، قد كان هناك بعض التداولات التصحيحية التي حيث تراجع اليورو من أعلى مستوياته لينخفض قليلا، واليوم يتداول بطريقة عرضية. ويأتي تحسن اليورو طبعا بعد بيانات أمريكية سوف أتكلم عنها بعد قليل. يتداول الباوند حاليا عند 1.28، وحاليا المتوسط المتحرك يدعمه في الارتفاع. أما مؤشر ستوكاستيك فنرى أنه يعطي بعض الإشارات السلبية للباوند. وهنا أريد أن أشير إلى البيانات الاقتصادية في منطقة بريطانيا والتي أثرت بعض الشيء بطريقة سلبية على أسعار الباوند، لأنه استقرار سلبي عند الحاجز 1.30. وهنا أريد أن أشير إلى اتساع عجز الحساب الجاري خلال الربع الأول، وطبعا الناتج المحلي الإجمالي حيث كان هناك نمو في بريطانيا، وطبعا تصريح مارك كاني الذي أشار إلى أن التضخم مرتفع ولكن يتوقع أنها وتيرة مؤقتة وأنه سيتم خفض هذا التضخم في الأشهر القليلة القادمة، وأن احتمال رفع أسعار الفائدة يعتمد على ضعف الاستهلاك أو الفرق بين الاستهلاك والاستثمار التجاري. وطبعا هناك وتيرة أو الدخل أنه في انخفاض، إلا أن وتيرة الاقتراض هي في ارتفاع، وهذا الأمر أيضا بعض الشيء لا يعطي أدلة جيدة للباوند. وطبعا هناك نمو مؤشر الخدمات لثلاثة أشهر حيث كان هناك نمو في الاستثمار وهذا أمر جيد. فهناك بيانات متضاربة في بريطانيا أدت إلى هذا التداول العرضي إلى المرتفع للباوند. الدولار مقابل الين حاليا يتداول في طريقة عرضية عند مستويات 112 بعد أن كان هناك ضغط سلبي. حاليا المؤشر ستوكاستيك يعطي بعض الدفعة الإيجابية لأسعار الدولار مقابل الين الياباني، ومتوسط المحرك كذلك يعطي إشارات جيدة. وهنا أريد أن أشير إلى أن التراجع الذي حدث في الين في الأونة الأخيرة يأتي من بعد ما كان هناك شهية من المستثمرين للإقبال على الأسهم الآسيوية، وهذا ما أضعف الين في المقابل. وطبعا أيضا وصول بيانات التضخم، هدف التضخم عند 2%، وهو ما أيضا أضعف الباوند، وتأكيد البنك المركزي على أنه مستمر في السياسة التحفيزية، وهذه عوامل أثرت سلبا. أما الذهب فحاليا نرى أن الذهب قد ينزف ويتداول عند مستويات 1235، ويأتي هذا التراجع الحاد بعد ارتفاع العائدات على السندات الحكومية في الولايات المتحدة، الأمر الذي عزف المستثمرين من الاستثمار في الذهب والاستثمار في السندات التي تعطي بعض العوائد المرتفعة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى هناك بيانات في الولايات المتحدة، بيانات الدخل والإنفاق الشخصي التي صدرت نهاية الأسبوع الماضي، والذي كان هناك ارتفاع في الدخل بنسبة 0.4%، إلا أن الإنفاق انخفض بوتيرة 0.1%، وهو طبعا الإنفاق أريد أن أشير إلى أنه يمثل ثلث
الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، لذلك ضغط سلبا على أسعار الذهب. WTI لا يزال يتداول في النطاق المرتفع الذي يظهر منذ تقريبا منتصف شهر حزيران. هناك ارتفاعات قليلة لأسعار النفط، ولكن الارتفاع الحاد الذي حدث نهاية الأسبوع الماضي يأتي بعد إعلان بيانات في الولايات المتحدة انخفاض منصات الحفر أو عدد منصات الحفر التي تكون هناك تقوم بالتنقيب على النفط الصخري، لكنها انخفضت بمعدل قليل، يمكن ربما منصتين، ليصل المعدل إلى 756,000 و56,000 منصة، ولكن هذا ضغط بطريقة إيجابية ورفع أسعار النفط. ولكن ما يضغط بطريقة سلبية هو ارتفاع الإنتاج وخاصة من ليبيا. ليبيا هي ضمن منظمة أوبك، لكن لا يتطبق عليها سياسة خفض الإنتاج إلى العام المقبل، وهذا ما أثر سلبا على أسعار النفط بالرغم من انخفاض عدد الحفارات. هناك بعض التداولات التصحيحية على النفط، وذلك بعد أن انخفض الإنتاج في الولايات المتحدة بمعدل 100,000 برميل يوميا، وطبعا هذا انخفاض هو أول انخفاض منذ أكثر من عام، لذلك أثر بطريقة إيجابية على ارتفاع أسعار النفط، كما نرى أنه ارتد من مستويات 45 ليصل إلى 46 دولار للبرميل. أما في الأجندة الاقتصادية فنحن ننتظر اليوم محافظ كارني في بريطانيا، حيث سيتكلم مزيد عن السياسة النقدية في بريطانيا، وكذلك مؤشر أسعار المدفوعات في الولايات المتحدة، ومؤشر مديريات الماركات الصناعية والمشتريات الصناعية، وهذه طبعا ستحرك الدولار الذي وصل إلى أدنى مستوياته. وطبعا غدا هناك عيد استقلال في الولايات المتحدة، ولكننا ننتظر قرار فائدة من البنك المركزي الأسترالي ومؤشر أسعار المنتجين، وكذلك جلسات استماع التضخم في بريطانيا. وأريد أن أشير إلى أن نحن في انتظار هذا الأسبوع بيانات مهمة من الولايات المتحدة، وهي في سوق العمل، حيث سيكون هناك معدلات البطالة التي وصلت إلى 4.3%، وهو أدنى مستوى في أكثر من 15 عاما، أي أن سوق العمل قد وصل إلى مستويات كبيرة من التوظيف. وكذلك ننتظر الرواتب في القطاع غير الزراعي، ونحن هنا نتوقع أن تؤثر بطريقة إيجابية إذا كان الرقم في الارتفاع، كما كان هناك في الشهر الأسبق وصلت عند 180,000، وهذا يؤثر بطريقة إيجابية على الدولار. المزيد يمكنكم زيارة موقع تداول على tadawal.com، حيث يمكنكم متابعة آخر الأخبار الاقتصادية وآخر التحاليل التقنية والفنية في الأسواق. شكرا للمتابعة.